أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصحافة اليوم. في حلقة اليوم نتناول أهم الأخبار والموضوعات الواردة في العدد الجديد لصحيفة الأخبار في عدد الأربعاء، ويسعدنا الاستطلاع واستعراض أهم هذه الأخبار والموضوعات أن يكون معنا الكاتب الصحفي الصحفي بالجريدة الأستاذ عبد السميع الدردير. أستاذ عبد السميع أهلا بك. اهلا بك استاذ شهاب، مساء الخير. مساء الخير استاذ عبد السميع. يعني لو بدانا جولتنا من الصفحه الاولى من صحيفه الاخبار في عدد الاربعاء ونطالع الرئيس يكرم مقاتلي اكتوبر وشهداء الجيش والشرطه، السيسي الانتخابات البرلمانيه في اقرب وقت ممكن. يعني لو نعرف كيف تابعت صحيفه الاخبار هذا الموضوع، موضوع تكريم الرئيس السيسي لمقاتلي حرب اكتوبر وكذلك شهداء الجيش والشرطه. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل عسكري ويعي تماما معنى رفع الروح المعنوية في الجيش المصري ورجال القوات المسلحة. ما هياش المناسبة الوحيدة اللي بينتهزها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم فيها شهداء قواتنا المسلحة البواسل. في مناسبات عديدة غير المناسبة اللي اتكلم فيها الرئيس النهاردة ووجه عدة رسائل، وهي بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم. في كثير من المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة حتى في الاحتفالات الأسلحة المختلفة في يوم المشاة ويوم القوات الجوية بينتهز فرصة لتكريم عدد من جنودنا يعني اللي ضحوا من أجل الوطن. نعم. ودي رسالة قوية جدا يعني بيؤكد الرئيس ويشدد على الالتزام بأن هو لابد أنه يكرم أعداد يعني كبيرة من من جنودنا اللي ضحوا من أجل الوطن. نعم أستاذ عبد السميع، كان هناك عدة رسائل على هامش مناسبة التكريم وجهها الرئيس السيسي، أهم هذه الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي على هامش موضوع التكريم؟ الحقيقة هما أبرز الرسائل هما رسالتين. رسالة تتعلق بالوضع الداخلي، هو بيؤكد على يعني إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، وبالفعل يعني في لجنة أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي من لم تنتهي المدة اللي حددتها الرئاسة، يعني في خلال شهر إن شاء الله قبل المدة تنتهي هذه اللجنة من إقرار قانون الانتخابات الجديد اللي كان تم الطعن على القانون القديم بعدم دستوريته. دي رسالة بتتعلق بالوضع الداخلي بيؤكد عليها الرئيس لاستكمال خريطة الطريق واستكمال بناء مؤسسات الدولة، ودي أهم مؤسسة اللي هي المؤسسة التشريعية اللي هيكون على عاتقها حمل كبير قوي في الفترة الجاية لأنها هتشرع وفق الدستور الجديد. الرسالة الثانية هي رسالة خارجية بتتعلق بالوضع في اليمن، والرئيس الحقيقة له تصريحات يعني رائعة جدا هي بتمس الوجدان الإنسان لما بيخاطب شعوب المنطقة، وطالب المتخاصمين والمتحاربين في اليمن الفصائل المختلفة بأنهم يعني يتقوا الله في وطنهم ويحافظوا على سلامة وطنهم وشعبهم، وقال لهم أنه اليمن والشعب اليمني ومستقبل اليمن في أعناقكم. نعم. عن ملف الانتخابات أستاذ عبد السميع الدردير، نطالع أيضا من الصفحة الثالثة لعدد الأربعاء لصحيفة الأخبار، عنوان الحكومة تبدأ غدا أول حوارات قانون الانتخابات، الأحزاب تفضل اقتراح 40+40+20. أولا نعرف إيه اقتراح 40+40+20؟ طبعا الاقتراح ده اللي هو قدمته الاحزاب ان هم بيفضلوا انه يبقى بالنسبه للقوائم النسبيه يعني عدد المرشحين في القوائم النسبيه بيضم 40% من عدد اعضاء البرلمان القادم ان شاء الله، و40% للفردي و20% للفئات المهمشه اللي بنسميها الكوتا سواء للمراه او للشباب أو للإخوة المسيحيين اللي هم لابد أننا نسندهم في الفترة دي على أساس يبقى لهم فرصة أكبر في
الحصول على مقاعد في الانتخابات والشباب أيضا. نعم، بالنسبة لبدء الحكومة لأول الحوارات يوم الخميس المقبل إن شاء الله حول قانون الانتخابات، يعني من سيتم الحوار معه؟ هل هي الأحزاب أم منظمات المجتمع المدني أم طوائف مختلفة من جموع الشعب المصري؟ هو طبعا حوار مجتمعي لابد ان هو يضم ثلاث طوائف، يعني اللي حضرتك ذكرتهم، الاحزاب، المجتمع المدني، الشباب، الازهر والكنيسه كمان اللي هم الركائز الاساسيه للدوله المصريه. فالحوار المجتمعي يعني ده قانون سيادي وقانون مصيري. نعم، فلابد ان كل الحوار ده استاذ عبد السميح هيستغرق فتره زمنيه قد ايه؟ نتمنى ان هو ما يستغرقش فتره زمنيه كبيره، وان هو يعتمد على افتكر ربما يكون في قانون اطاري او اعدوه اللي هم اعدوه رجال القانون والقانون الدستوري والمتخصصين في هذا الشان. فاتمنى انه يضم كمان النخبه من هذه، يعني الحوار المجتمعي يضم النخبه من هذه المكونات الاساسيه. انما اكيد اتمنى ان هو ينتهي بسرعه، لانه في كل الاحوال يعني يو كانت بليز ذيم اول، يعني مش هنقدر نرضي كل هذه الاطراف، لكن نحصل على اكبر قدر من التأييد ونتمنى. نعم. تمام، ننتقل لأستاذ عبد السميع الدردير الصحفي بصحيفة الأخبار إلى الصفحة الخامسة من عدد الأربعاء لصحيفة الأخبار، ونستعرض نتائج اجتماعات قمة تجمع الكوميسا التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. نقرأ: الكوميسا تعلن تأييدها لحرب مصر ضد الإرهاب وتشيد بالتحول الديمقراطي. ديسالين لمحلب: زيارة السيسي تؤسس لعلاقات قوية بين البلدين. يعني كيف تبعت صحيفة الأخبار اجتماعات قمة الكوميسا والذي حضرها في إثيوبيا رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب؟ تمام، احنا نبدأ بطبعا إشادة رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأثيوبيا في القمة الأفريقية طبعا، وإنها أسست لعلاقات قوية بين البلدين. ده اللي نقله ديسالين لرئيس الوزراء محلب. وهنا كانت يعني الزيارة الأولى كانت لرئيس الجمهورية، والزيارة الثانية لرئيس الوزراء في الكوميسا. مصر بتتحرك على أعلى مستوى وأعلى تمثيل في أفريقيا، وده مهم جدا، ده حتى بيسموه في علم السياسة دبلوماسية القمة. فزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة حلت مشاكل كتير جدا كان ممكن الدبلوماسيين على مستوى السفراء أو وزارة الخارجية استغرقوا وقت كبير جدا فيها، لكن الحقيقة في قفزات يعني حتى دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول احنا عايزين نقفز، فهو بيقفز وبيخترق على المستوى السياسي، انه رئيس الدولة بيزور أثيوبيا وبيشارك في القمة الأفريقية وبيخاطب مباشرة البرلمان الأثيوبي وبيجتمع بقيادات أكبر قيادات الدولة لحل مشكلة العالقة ما بين أثيوبيا ومصر طبعا، يعني بين دول المصاب. نعم. أيضا أستاذ عبد السميع، كان هناك وفد وزاري مصاحب للمهندس إبراهيم محلب في زيارته لإثيوبيا ومشاركته في أعمال قمة الكوميسا، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي كان مشارك في الوفد الوزاري، وكذلك وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر لبحث مجالات التعاون المشترك بين مصر وإثيوبيا المرتقبة. هل تناولت صحيفة الأخبار في عددها الصادر ناقشها الجانب الوزاري المصري المرافق لمحلب مع الجانب الوزاري؟ طبعا بكل تأكيد ضمت الوفد المصري كمان ضم وزير، بالإضافة إلى وزير الإسكان ووزير الكهرباء، ضم أيضا وزيري التجارة والصناعة. نعم. لو بدأنا بوزيري الإسكان ووزير الكهرباء، فكانت الحقيقة زيارتهم خاصة بالتعاون الثنائي ما بين مصر وبين أثيوبيا لإقامة مشروعات، وإحنا عارفين أنه شركة المقاولين العرب شركة
يعني عابرة للدول ولها نشاطات ضخمة جدا وكبيرة جدا في دول أفريقية بتركز من خلال ذلك. كان هناك في يعني اقتراح بإنشاء شركة مقاولات مشتركة مصرية إثيوبية. طبعا بالضبط، وأكدوا على التعاون والاستثمار وزيارات متبادلة ما بين المسؤولين من كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في إثيوبيا في مجال المقاولات ومجال الكهرباء. ده بالنسبة بالنسبة لزيارة اللي يعني اللي اصطحب وزيري الكهرباء ووزير الإسكان. أما بالنسبة لوزير التجارة والصناعة فكان بالنسبة فكانت زيارتهم أو مشاركتهم في الوفد تتعلق بالكوميسا نفسها، بقمة الكوميسا. الكوميسا هي يعني معناها هي اختصار للسوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا، وهي الحقيقة ما هيش سوق مشتركة، إنما هي بمثابة اتفاقية تجارة حرة جمعت ما بين الدول 19 دولة في المنطقة الحيوية دي الغنية بالموارد الأولية. والاتفاقية التجارة المشتركة دي زي ما احنا عارفين انها اتفاقية المرحلة الثانية من مراحل التكامل الاقتصادي اللي هي بتهدم كل حواجز وكل عوائق تتعلق بقيود الجمركية وبتسهل التجارة ما بين البلاد. ودي مهمة جدا لأنه مصر مقبلة على اتفاقيات وعقود استثمارية يعني بمليارات الدولارات زي ما شفنا النتائج، فكلها بتعتمد كمان على مدى نفاذ المنتجات المصرية الأسواق ومدى سهولة استقبالها للمواد الخام من دول أفريقيا من زي أيضا تدنى. أستاذ عبد السميع، كان هناك تصريح لرئيس مجلس أو رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، وأعلن ضرورة تبادل الزيارات بين شعبي البلدين وزيارة المعالم السياحية الموجودة في البلدين. طرح أيضا مدينة النجاشي في إثيوبيا ولها أهمية لدى المسلمين بوجه عام كما عبر وقال. طبعا مدينة النجاشي لها أهمية عند المسلمين وعند المسيحيين الأقباط كمان المصريين. احنا لفترة قريبة جدا كانت الكنيسة الأثيوبية والكنيسة المصرية بيرأسهم يعني نفس بابا الكنيسة المصرية بيرأس كمان الكنيسة الأثيوبية، فهي المدينة لها يعني خلفية تاريخية عظيمة جدا بيعتز بها المسلمين، سواء يعني لأنه أول هجرة كانت خارج الجزيرة العربية للمسلمين كانت إلى ملك الحبشة في اللي هو النجاشي المسمى عليه المدينة. نعم، في موضوع ذي صلة أستاذ عبد السميع الدردير الصحفي بصحيفة الأخبار، نقرأ من الصفحة الثانية للأخبار: اجتماع بأديس أبابا لاختيار استشاري النهضة الأسبوع القادم، برنامج زمني لمنع التعديات على البحيرات وزيادة إنتاج الأسماك. يعني أهم ما يحتوي هذا العنوان من تفاصيل. تمام. بالنسبة لاجتماع أديس أبابا، هو كان معلن أن هو يعني من أسبوع، أن هو يوم الاثنين الموافق امبارح كان مفروض يعلن تشكيل المجلس الاستشاري اللي هيتابع مشروع سد النهضة بما لا يضر بمصالح دول المصب ودول ودولة أثيوبيا اللي هي بتعتبر بالنسبة لنا دولة المنبع. ولكن تأجل لمدة لبداية الأسبوع أيام قليلة بتفصلنا عن الإعلان عن المجلس الاستشاري ده، وهو بيضم خبراء دوليين بالإضافة إلى خبراء من مصر والسودان ودولة أثيوبيا. تمام. ننتقل مرة أخرى أستاذ عبد السميع إلى الصفحة الثالثة لصحيفة الأخبار ونطالع من عدد الأربعاء لها: شكري عودة السفير المصري للدوحة مرهون بسياسة الدولة. ونذكر هنا بأن السفير القطري في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير سيف ابن مقدم البوعينين استأنف اليوم مهام عمله
في السفارة القطرية في القاهرة؟ الحقيقة بعد ساعات من اجتماع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ تميم شيخ تميم أمير دولة قطر، انفردت صحيفة الأخبار بقرب عودة السفير القطري إلى مصر، ولم يمضي ساعات وتم الإعلان عن عودته، وعد السفير بولانيني بالفعل. لكن دي كانت نوايا جيدة لإثبات حسن النوايا من قبل قطر. وسفير مصر إلى الدوحة لم يعد بعد، ولكن كما صرح وزير خارجيتنا إن هو مرهوم بتحسن سياسة قطر تجاه مصر. احنا الحقيقة دلوقتي في تهديد مشترك بيهدد مصر وقطر وباقي دول الخليج، ومصر وقطر بيشتركوا في الحملة عاصفة الحزم. فبكل تأكيد هيكون لها واقع على تحسين العلاقات ما بين قطر ومصر، وده اللي هنشوفه في الفترة القادمة، لأنه كمان الحرب في اليمن ربما تمتد، هي مش هتنتهي بسهولة، هم بيستعدوا دلوقتي لدخول بري، حتى بيسموها دايما الدول بتجتمع على إما على مصلحة مشتركة أو تهديد مشترك. علاقة التصالح الدول أو اجتماعهم على التهديد المشترك بتكون أقوى من المصلحة المشتركة، لأنه التهديد تهديد وجود، فبالتالي بيدافع عن وجوده بأن هو خلاص لازم يدخل. لكن مع الأسف التهديد المشترك، يعني اتفاق الدول أو تصالحهم على التهديد المشترك، بيكون لوقت مؤقت، بانتهاء هذا التهديد ربما تعود العلاقات على سابقتها. إنما المصلحة المشتركة اللي بتكون سلمية أو جمعهم على تنمية حاجة، فهي بتتميز بالاستدامة. فهل ده هيحصل؟ هل قطر هتسعى للسعي إلى خلق مصلحة مشتركة مع مصر؟ هل ده هيحصل فترة من موقفها؟ ده اللي هنشوفه في الفترة. نظل أستاذ عبد السميع الدردير في الصفحة الثالثة لعدد الأربعاء لصحيفة الأخبار، ونطالع عنوانا آخر: النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعذيب أبو زعبل. يعني أولا نعرف تفاصيل واقعة التعذيب هذه. الحقيقة المجلس المصري لحقوق الإنسان كان أودع شكوى لمكتب النائب العام بأنه 4 نزلاء في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والاستجواب لساعات طويلة امتدت إلى عدة أيام، والنائب العام أمر بتحقيق في هذه الشكوى بشكل سريع جدا، وطلب وأمر كمان بنقل لسه ما بقوش متهمين دلوقتي أو المتسببين في هذه في واقعات التعذيب التي لم تثبت بعد، إلى نقلهم إلى مكان آخر. والحقيقة دي سياسة بيتبعها النائب العام بالإعلان للرأي العام المصري بكل ما هو جديد فيما يتعلق التعديات أو اللي بتقوم بيها الشرطة في بعض الأوقات على المواطنين، وإذا ثبت فهو بيعلنها صراحة. وإحنا شفنا ده في مقتل الناشطة شيماء الصباغ. طبعا أعلن النائب العام أنه اللي قتلها ضابط شرطة وحولوا للجنايات، ونتمنى أنه الشفافية دي تستمر ويكون مردودها هو تحسين العلاقة والثقة ما بين الشعب والشرطة. تمام، ننهي جولتنا أستاذ عبد السميع من الصفحة الثالثة أيضا لصحيفة الأخبار، ونطالع هذا المنشط: غدا المحطة الأخيرة في محاكمة القرن، النقد تنظر الطعن على براءة مبارك ونجليه والعدل ومساعدي. نعرف تفاصيل هذا الخبر سريعا أستاذ عصام. هي طبعا المحطة الأخيرة، لأنه كان صدر حكم بالبراءة قبل كده وتم النقد على حكم البراءة من وتم استئناف المحاكمة من الأول وجديد، لكن ده الحكم الثاني بالبراءة
فدلوقتي عندنا سيناريوهين، لا اما محكمه النقد هتامر باعاده المحاكمه برمتها، وساعتها محكمه النقد هي اللي هتنظر النظر يعني هتنظر القضيه وتفصل في هذه القضيه، او هتقر حكم البراءه وتنتهي هذه المرحله. نعم. الأستاذ عبد السميع الدردير الصحفي بصحيفة الأخبار، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقة اليوم من برنامج الصحافة اليوم. شكرا أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ شهاب. شكرا. شكرا جزيلا. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصحافة اليوم. في حلقة الغد إن شاء الله حلقة جديدة، فانتظرونا وإلى اللقاء.